أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من أحداث اليوم. أنا شادي شاش، وفي هذه الحلقة نلقي الضوء على أبرز الملفات المحلية والدولية، وسنتوقف أيضا خلال الحلقة عند النقاط الآتية. الرئيس السيسي يستقبل الدكتورة غالة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات. الرئيس السيسي يعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير الدويخ في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية. رئيس الوزراء يؤكد الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس السيسي بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديث الزواج. ووزير الصحة الفرنسي يصرح بأن الموجة الخامسة لفيروس كورونا في البلاد قد تكون الأخيرة. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس السيسي على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي ولصون الأمن والاستقرار. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي استقبل الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب. من جانبها أعربت الدكتورة غادة والي عن خالص التقدير للرئيس السيسي على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرة إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز ذلك الدور في تعديم قدرات المجتمع الدولي على التصدي للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصدي للفساد وأثره السلبي على المجتمعات وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفير محمد صالح الدويخ سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير الدويخ في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، طالبا نقل تحياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومؤكدا تقدير سيادته للدور الحكيم لسمو الأمير الكويتي في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت. كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك في إطار محددات السياسة المصرية الثابتة لصون أمن الخليج. وأضاف المتحدث الرسمي بأن السفير الكويتي أعرب عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك في إطار الروابط الأخوية الوطيدة، ومعبرا عن شكره للمسؤولين المصريين لما وجده من تعاون ودعم، وكذلك للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لقى من ترحاب وكرم ضيافة. كما نقل السفير الكويتي للسيد الرئيس تحيات أخيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، وكذلك يعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصة
في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها، لا سيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتي تعد نموذجا يحتذى به في الرؤية التنموية والنهضة الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في مختلف المجالات في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لا سيما في مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي. من جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والتي من المقرر أن تبدأ في 5 فبراير المقبل وحتى 17 من الشهر ذاته ولمدة 15 يوما. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس السيسي خلال فعاليات أسبوع الصعيد بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديث الزواج. وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإتاحة 100,000 وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار وإتاحتها للمتزوجين حديثا، أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج، موجها ببلورة عناصر الدراسة التي أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي حول عدد الوحدات المقترحة وأماكن توزيعها، وبحث إمكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جذابة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن 844 مليون جنيه هو إجمالي القروض المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق التنمية المحلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وذلك لتوفير فرص العمل لمواطني قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس معتدل الحضارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما متوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك دكتورة، ويعني من المتوقع أن يسود البلاد غدا طقس معتدل نهارا، وطبعا هو شديد البرودة ليلا كما عهدناه في الأيام السابقة، لو حضرتك تدينا تفاصيل أكثر عن حالة الطقس. اهلا بحضرتك استاذ شادي واهلا بكل المشاهدين. بالفعل يعني احنا طبعا ما زلنا في طبعا حاله عدم الاستقرار اللي بدات تستقر نسبيا اليوم، لكن ما زال سقوط الامطار الان على مناطق من السواحل الشرقيه وايضا محافظات الوجه البحري، ايضا القاهره الكبرى بدات تشهد امطار الان لكنها ان شاء الله كلها امطار خفيفه ما فيش منها اي مشاكل ان شاء الله.
اعتبارا من غدا ان شاء الله الاثنين هتبدا تكون الشبوره المائيه كثيفه في فتره الصباح الباكر، هتصل لحد الضباب على الطرق الزراعيه والطرق السريعه. فطبعا مهم جدا ان احنا ناخد حذرنا والقياده تكون بهدوء، والشبوره فتره تكونها بتكون تقريبا من 5 الفجر حتى 8 صباحا تقريبا، وبعد كده بتبدا تتحسن الرؤيه الافقيه. فلو ما عندناش حاجه ضروريه يفضل ان احنا ناجل السفر لبعد تحسن الرؤيه الافقيه. ايضا غدا ما زال في فرص أمطار متوقعة على السواحل الشمالية للبلاد، أمطار خفيفة متوسطة مفيش منها مشاكل. أيضا تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، متوقع نسب أمطار بنسبة حدوث 30%، لكنها كلها أمطار خفيفة إن شاء الله. بالنسبة طبعا لدرجات الحرارة بدأت تعتدل قليلا مقارنة بالأيام الماضية وبدأت ترتفع تدريجيا. شاهدنا اليوم طلوع لأشعة الشمس على معظم فترات اليوم، وطبعا الجو بيكون معتدل اثناء النهار، لكن طبعا ما زال شديد البروده اثناء ساعات الليل المتاخره وفي فترات الصباح البكر. وماذا عن حاله البحر الاحمر والبحر المتوسط؟ الحمد لله البحرين الاحمر المتوسط مستقرين تماما، مهيئين لعمليات الصيد والملاحه. ارتفاع الموج بيتراوح من متر لمتر ونص، وطبعا كان امس تم اغلاق ميناء نويبع بسبب الامطار الكثيفه اللي سقطت على سيناء ومحافظه البحر الاحمر، لكن الحمد لله الوضع استقر بشكل كبير النهارده وما فيش اي مشاكل في الملاحه البحريه. ونصحتك ايه يا دكتوره في الايام القادمه للمواطنين؟ ان شاء الله يعني هو اهم حاجه القياده تكون في هدوء اثناء تكون السبوره المائيه في الصباح الباكر، لكن احنا الحمد لله مقبلين على استقرار في الاحوال الجويه وحتى نهايه الاسبوع، فالجو هيكون كويس جدا. الاستمرار في الملابس الشتويه سواء اثناء النهار او اثناء الليل، ومهم جدا نتابع النشرات الجويه عشان لو في اي تحديث بنعلنه دايما مع حضراتكم لكل الساده المواطنين وايضا لكل ومتى ستستقر الاحوال الجويه؟ ان شاء الله الاستقرار التام في الاحوال الجويه هيبدا من يوم الثلاثاء. أيوة. طيب يبدو أنه الاتصال انقطع، ولكن يعني الأحوال حتستقر يوم الثلاثاء كما قالت لنا الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أكدت وكالة فيتش أن الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين في مجال الغذاء، حيث أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليا فرصة لدخول السوق المصرية أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية. جاء ذلك خلال متابعة مركز المعلومات بمجلس الوزراء لأحدث توقعات الوكالة حول معدل النمو في الإنفاق على الغذاء في مصر، والتي توقعت أن يظل المعدل قويا ليصل إلى 9.5% خلال العام الجاري. كما توقعت أن أداء القطاع العائلي في مصر سيكون أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة انخفاض التضخم والاستقرار السياسي، حيث ستنمو الطبقة المتوسطة في مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي. بعد التحية لحضرتك، إذا وكالة فيتش تقول أن الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر هو إشارة جيدة للمستثمرين في مجال الغذاء، يعني الشركات، شركات الأغذية والمشروبات لديها فرصة كبيرة الآن للدخول في السوق المصرية، والمتواجدة لديها فرصة أيضا لتعزيز يعني وجودها أكثر، يعني المعدل هو قوي 9.5% خلال العام الجاري، وتوقعت طبعا أنه أيضا الطبقة المتوسطة حتزيد حتنمو في مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة. كيف رأيت ما جاء في تقرير وكالة فيتش؟ طبعا برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا هو اللي احنا بنشوفه النهاردة هو استكمال للجهود اللي بتنتهجها الدولة في خلال السبع سنوات الماضية لتوسيع رقعة الصناعة وتنويع اللي بنقول محفظة الاستثمار داخل مصر. اللي احنا بنشوفه النهارده من بنية أساسية وتحسن في معدلات البنية التحتية وخلق بنية تحتية جديدة، وفي تنوع زي ما قلت لحضرتك في المحفظة الاستثمارية في البنية التحتية، والتوسيع الاستغلال الجغرافي للميزة النسبية لكل محافظة على مستوى الجمهورية. شفنا النهارده مزايا أو إنشاء مدن صناعية متخصصة، المدن المتخصصة في الأساس، مدينة الغذاء في العاشر من رمضان في مدينة السادات. كل هذه الاستثمارات إن كانت تدل فتدل على تحسن أو قوة الاستثمار، قوة الاقتصاد المصري، ويمكن في حالة تعافي دايما. يمكن عشان كده بنقول في خلال الخمس سنوات القادمة إن شاء الله نتوقع التنامي للطبقة المتوسطة. ده كله صحيح، لانه يعني الوكاله بتتوقع انه هذه الطبقه المتوسطه ستنمو، لانه هناك انخفاض في التضخم واستقرار ايضا سياسي. بالفعل هو النهارده الدوله انتهجت سياستين، سياسه الاستقرار في الداخل والخارج، والسياسه الاخرى اللي هي تحجيم معدلات التضخم باستهداف دوت من خلال مشروعات قوميه يعني بتقول هي ما تكون هي سلسله الامداد للسلة الغذاء والمشروبات اللي هي بتكون يعني السلة الأكبر المؤثرة في معدل التضخم. النهارده مصر انتهجت مشروعات قومية بتصيب هذه السلع بالأخص. بتستهدف هذه السلع. بالضبط، فيمكن هي دي يمكن يعني بتكون إيجابياتها أو تأثيرها بيبان بشكل كبير. يمكن دوت بان في الفترة الماضية إن معدلات التضخم اللي كانت من 3-4 سنين تخطت 33%، ومصر قدرت بالمشروعات القومية وبما ضخته في السوق المصري من خضر وفواكه ويعني الأغذية ومشروبات للمشروعات القومية للثروة الداجنة والثروة الحيوانية ومشروعات الأسماك. ده كله كان ليه دور في تحجيم معدل التضخم اللي قدرنا نوصل ليه، يعني كنا في حدود 4.7 في الوقت قريب، والنهارده يمكن يعني قربنا الى 8% في ظل التضخم العالمي. فده كله بنقول سيطره او تحجيم لمعدل التضخم على الارض الواقع النهارده اللي بيحصل في مصر. عندما تنمو الطبقه المتوسطه، ما تاثير ذلك على حاله الاقتصاد دكتور محمد؟ طبعا هو النهارده لما يعني نمو الطبقه المتوسطه ده طبعا بيديني مؤشر النهارده في معدل البطاله بيكون اقل، ان ده نتيجه زياده المشروعات الاستثماريه او المشروعات القوميه اللي مستنتهجها الدوله. اللي بيقول معدل الفقر بالتالي بيكون اقل، ويمكن دوت الدوله مستهدفاه من المشروعات والتنميه اللي بتتم في الصعيد، واللي شاهدنا من خلالها ان انخفاض معدلات الفقر يمكن لمده تخطت ال 30 سنه لاول مره. كل هذه الاستهدافات طبعا بتعكس مدى قدرة الاقتصاد او مدى يعني تحقيق معدلات ايجابية ليه. فطبعا بشكل اقتصادي هي بتؤثر او بتديني رؤية للمؤشرات الاقتصاد الكلي، معدل البطالة، معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي، النمو في الاقتصاد الحقيقي بصفة عامة يمكن الدولة بتستهدفه النهاردة اللي هو يبقى فيه اعتماد على الانتاج بصفة عامة الصناعي او الزراعي. بنشوف النهاردة في الدولة بتستهدف اللي بيقول الاعتماد على المكون المحلي من خلال توحيد الشراء فكره المنظومه الشراء الموحد والاعتماد على المكون المحلي بديل للمستورد. بحاول اخلق فرصه للمستثمر المصري يقدر من خلالها يعني ينافس
بالمنتج المصري، اللي شفنا مبادره يعني اللي استهدفها السيد الرئيس بالوصول للصادرات المصريه ل 100 مليار دولار. أيوة. فدي كلها خطوات يعني كلها خطوات دافعه، يعني خطوه على الطريق، يمكن خطوه اللي من 1000 خطوه زي ما السيد الرئيس قال دايما في كل المشروعات اللي بتنتهجها الدوله. ده كله بيعزز دور الاقتصاد وبيعزز اتجاهه لتحقيق معدلات نمو ايجابيه. ويمكن بنتكلم النهارده على نمو احتوائي يطال كافه قطاعات الدوله وليست نمو في قطاع دون الاخر، فهو دوت اللي بيخلق في الاخر محصله ايجابيه بتعود بشكل مباشر على افراد المجتمع، وبترفع من الطبقات اللي هي الفقيره للزياده او ترتقي بنقول عليها زياده الطبقه المتوسطه. طب اخيرا دكتور محمد، يعني بعد ان يتعافى العالم من جائحه كورونا، توقعاتك انت للمؤشرات الاقتصاديه المصريه في السنوات الخمس القادمه؟ طب احنا هنتكلم على ارض الواقع واللي بتشهد بيه العالم كله، مش هنقول شهادتنا احنا الشخصيه. هو النهارده اللي في ظل ازمه عالميه ضربت العالم كله، كان مصر وصفت في 2021 ان هي النقطه المضيئه في المنطقه كلها. دوت اللي يعني بيقول نتاج ثوره اصلاحيه انتهجتها الدوله في 7 سنوات. من خلال هذه الثوره الاصلاحيه قدرت مصر تتعافى باقتصادها، تتعافى بوضعها الامني، تكون هي الوجهه الجاذبه للاستثمارات، تكون هي بتحقق معدلات نمو ايجابيه، وهي في وسط ان العالم كله بيتراجع في الاقتصاديات وفي حاله انكماش. مصر بتبني بنيه تحتيه جديده خالص، مصر اللي بتقول مصر جديده، جمهوريه جديده، بعيد كان مهمل لعقود النهارده دخل بدائره الضوء، سيناء اللي كانت بعيده دخلت في النهارده وبقوه، استثمار زراعي واستثمار سياحي واستثمار صناعي. مصر التنميه طالت كافه ربوع مصر، شرقها لغربها وشمال لجنوب، فكل دوت بيعطيني رؤيه ان مصر باذن الله قادمه على الطريق الصحيح. زي ما قلنا اللي احنا وصلنا له النهارده هو ليس افضل شيء، وده باعتراف الكل، لكن النهارده اللي بيحصل النهارده بيقول ان احنا مصر على الطريق السليم. فباذن الله نتوقع في بدايه العام الجديد ان شاء الله، ويا رب يكون عام خير على مصر والمنطقه كلها، نتوقع باذن الله مصر تتبوأ مكانها، هي مصر تكون هي الجاذبه للاستثمار، هي جاذبه للتكنولوجيا، مصر تكون بمحورها التنموي، محور تنميه قناه السويس، تتبوأ بيه، تكون هي موقع استراتيجي ولوجستي فعلي. ويمكن تم تخصيص هذا القطاع محور تنميه قناه السويس بدعم رئاسي مستمر، اللي وهو يستحق ان هو يكون محور، يعني زي ما هو ممر عالمي تجاري عالمي ممر قناه السويس، هذا المحور يستحق ان يكون هو يمكن اكثر محور تجاري ولوجستي على مستوى العالم. فباذن الله نتوقع في العام الجديد ان شاء الله وفي القادم باذن الله بزوال غمه جائحه كورونا، ان مصر تكون تحتل مكانها على مستوى العالم، هي محور اقليمي للطاقه، محور لوجستي للتجاره ما بين العالم، تكون هي مصدر لاشعاع ونقل تكنولوجيا وبتقول تطور صناعي، ان تتبوأ مصر مكانها ما بين دول او مصاف الدول المتقدمه واللي تستحق مصر بالفعل. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، شكرا لك. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الماضي سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، وحققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6 مليار و300 مليون دولار. أوضح رئيس الهيئة أن عائدات قناة السويس حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، مشددا على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا، وهو ما أثمر عن تسجيل أعلى معدل جذب للسفن بواقع 4920 سفينة.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أكرم سليمان، أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت الساحلية وعميد معهد التدريب موانئ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. بعد التحية لك دكتور، إذا إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الماضي سجلت أرقام قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخها، حققت إيراد سنوي 6,300,000,000 دولار، ما هي أسباب هذه الطفرة من وجهة نظرك؟ الحقيقة يمكن يعني خبر جميل النهاردة كنا حقيقة متوقعينه، لأن الحقيقة الفترة السابقة منذ إنشاء قناة السويس الجديدة، وإحنا الحقيقة كان بداية انطلاق القناة في مرحلة جديدة كبيرة جدا، التعميق اللي تم في هذا المشروع اللي تم في سنة واحدة بس للزواجية اللي حصلت في القناة، ثم بعد ذلك الحقيقة يعني وجود خبراء على مستوى كبير جدا في هيئة قناة السويس بيقدروا يعني يبقوا عندهم رؤية مستقبلية، بيدرسوا السوق العالمي، بيشوفوا اتجاه التطور أو اتجاه الزيادة في الحمولات أنه أنواع من السفن، وبيوضعوا سياسات بتجذب أكبر عدد من خطوط الملاحة. النهاردة الحقيقة أصبحنا نجتذب سفن مختلفة، سواء سفن صب سائل، سواء حاويات، سواء بضائع عامة، كل هذا الحقيقة التطوير في البنية الأساسية، سياسة مرنة بتجذب خطوط يعني الملاحة المختلفة، أدت الحقيقة إلى هذه الأرقام. والحقيقة حابب أضيف هنا إن يعني دي بداية وليست نهاية، إحنا النهاردة بنتكلم على تطوير آخر بيحدث في قناة السويس هيؤدي إلى زيادة الحمولات المراكب اللي بتعبر القناة، فبإذن الله 2021 سنة جميلة بأرقام متفائلة، لكن أيضا متوقعين يستمر في 2022. يعني المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء بتعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة اللي انتهجتها الهيئة، وهذا أكسب المجتمع الملاحي ثقة في قناة السويس يا دكتور أكرم. بالضبط حقيقة، ويمكن برضو حابب هنا أشير إلى يعني الإعجاز اللي تم في ست أيام، ويعني لما حصل غلق للقناة الحادثة إيفر جرين، إحنا الحقيقة قلنا إن اللي حصل ده يعني منحة من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أعاد تسليط الضوء العالمي مرة أخرى على أهمية القناة. العالم كله لمدة ست أيام شاف الملحمه اللي تمت، وازاي قدرنا في يعني بمعجزه ان احنا يعني نستطيع بمعداتنا وبخبرائنا ان احنا نعيد القناه مره اخرى للعمل في ست ايام فقط، اكد مره اخرى على اهميه القناه، صلت يعني دوائر الاهتمام العالميه والنقاد العالمي على اهميه القناه، واثر ايجابا الحمد لله، وخلى يعني سفن كثيره وخطوط ملاحه كثيره يعني بعدنا خالص عن المنافسه الحمد لله، وبعديها على طول اعلنا عن المشروع الجديد والتطوير الجديد اللي اعتقد باذن الله الحقيقه قناه السويس يعني اهم موانئ ملاحي على مستوى العالم، وجوده في حقيقه يعني شريان مائي هام جدا لمصر. ويمكن النهارده مش بنتكلم على قناه وبس، بنتكلم على مشروعات على ضفاف قناه السويس بتضيف ايضا يعني للاقتصاد القومي المصري بارقام كبيره جدا، يعني مش مجرد بس ممر ملاحي، ولكن منطقة اقتصادية ومنطقة لوجستية وصناعات وقيمة مضافة للاقتصاد. طيب أخيرا يا دكتور أكرم، يعني لما تمر من قناة السويس 4,920 سفينة، وإحنا طبعا عارفين أنه حركة التجارة العالمية تأثرت بجائحة كورونا، ورغم ذلك حققت القناة هذا المعدل، إذا ما الذي تتوقعه عندما تعود يعني التجارة العالمية إلى سابق عهدها؟ والله احنا متوقعين باذن الله في 2022 سنه باذن الله يعني احنا متابعين ان الحقيقه حتى بعد جائحه كورونا دلوقتي الاقتصاد متوقع خلال العام الحالي ان يبقى فيه زياده كبيره في التبادل التجاري بين الدول، تعويض الحقيقه السنتين القاسيتين. يعني احنا النهارده الحمد لله يعني جائحه كورونا في سبيلها لانها تختفي تماما، وبالتالي هننطلق مره اخرى، هيبقى فيه زياده في الاقتصاد بين الدول، ووجود قناة السويس في المكان المتميز ده وبالخبرات اللي موجودة الحقيقة وبالكوادر البشرية الحريصة دايما عنها تطور نفسها وتشوف كل ما هو جديد وتتابع الأحداث العالمية، بإذن الله متوقع أن احنا عدد السفن هتزيد في 2022، ويعني نتيجة لزيادة التبادل التجاري بين الدول المختلفة بين الشمال بين الجنوب.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أكرم سليمان، أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت الساحلية وعميد معهد تدريب الموانئ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. تواصل الدولة جهودها نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وفق استراتيجيات شاملة ساهمت في التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية. وقامت برامج الحماية الاجتماعية بدعم 15 مليون مستفيد خلال العام الماضي. المزيد نتابعه في التقرير التالي. نهج وطني متكامل تبنته الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وفق استراتيجيات شاملة اقتصاديا واجتماعيا ساهمت في التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وحماية الفئات الأولى بالرعاية وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث. تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها كانت أيضاً من أهم مستهدفات رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي. برامج الحماية الاجتماعية قامت بدعم 15 مليون مستفيد خلال 2021 بإجمالي 20 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل أكثر من 38 ألف مستفيد بإجمالي 32 مليون جنيه. برامج الإغاثة على جانب آخر تضمنت سدد ديون الغارمين بقيمة 196 مليون و200 ألف جنيه، استفاد منها أكثر من 11 ألف مستفيد، بينما استفاد 20 ألفا من المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المتضررين نتيجة الكوارث والنكبات بإجمالي 188 مليون جنيه. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من دعم متضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة 75 ألف عامل خلال العام الماضي بتكلفة 640 مليون جنيه، إلى جانب دعم الجمعيات الأهلية بنحو مليارين و500 مليون جنيه. جهود توفير ظروف معيشية أفضل للفئات الأولى بالرعاية تضمنت أكثر من 741 ألف فرد من خلال المشروع القومي حياة كريمة، كما تم تأثيث وتجهيز فرش ما تجاوز 12 ألف وحدة سكنية مخصصة لهذه الأسر بتكلفة بلغت 379 مليون و900 ألف جنيه. محور التمكين الاقتصادي ساهم في تنفيذ مشروعات بقيمة مليار و200 مليون جنيه، استفاد منها نحو 112 ألف شخص، بينما بلغت تكلفة المشروعات المنفذة في إطار قروض مبادرة مستورة إلى 360 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات متناهية الصغر. منصة الأمم المتحدة للشراكة حول أهداف التنمية المستدامة أشادت بمبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنها ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً مع توفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة أحد أهم كتاب السينما والدراما في الوطن العربي، السيناريست وحيد حامد الذي قدم رصيداً فنياً كبيراً على مدار 40 عام. وحيد حامد صاحب العلامات البارزة في السينما، قدم أعمالاً اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري وحازت على إعجاب الملايين ونالت الكثير من الجوائز. أنا بشكر حضراتكم جدا عشان أنتوا من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير جدا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم بقدر ما. تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل الكاتب المصري البارز وحيد حامد الذي يعتبر واحداً من أهم كتاب السينما المصرية.
ولد وحيد حامد في الأول من يوليو عام 1944 بمحافظة الشرقية، ودرس في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس التي تخرج منها عام 1967. موظف كبير زي الموظف الصغير، الاثنين غلابة. البنوك بقى كتير يا مدام، دي بقت أكتر من دكاكين الفول والطعمية. العقد ما بيعملش الحقيقة، العقد بيثبتها بس. كل ده بيحصل عشان سرقة سجادة أو شوية صيغة. بلاش نكذب على نفسينا عشان خاطر الأجيال الجديدة. ليبدأ رحلة البحث عن تحقيق حلمه بالكتابة من خلال قصص قصيرة نشر بعضها للمرة الأولى من خلال مجموعته القصصية الأولى القمر يقتل عاشقه، لكن كتابات وحيد حامد تشهد تحولا عملا بنصيحة الكاتب يوسف إدريس. وأنا بموت يا باشا خير مؤاخذة، يعني أموت كأني عود حطب ولا أموت بني آدم؟ براحتك، موت زي ما انت عايز، كفاية انك ما قدرتش تعيش زي ما انت عايز. ليبدأ رحلته من داخل مسبيرو مع بداية السبعينيات عبر الدراما الإذاعية والتلفزيونية، لينطلق بعدها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم طائر الليل الحزين مع المخرج يحيى العالمي. قدم وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية المميزة بين الدراما والسينما، فبعد بزوغ اسمه مع مسلسل أحلام الفتى الطائر خاض تجارب سينمائية مختلفة مع مجموعة كبيرة من أبرز وأهم مخرجي السينما المصرية، منهم سمير سيف الذي قدم معه 9 أفلام منها الراقصة والسياسي، الغول، والهلفوت. أنا بقالي 25 سنة بشتغل الشغلانة دي، أنا أشهر من مأمور المركز، بس أنا الهلفوت وهو البيت. فيما قدم 5 أفلام مع المخرج عاطف الطيب أشهرها البريء. حسين أفندي من الحاج وهدان لا يمكن يكون من الأعداء. أعداء أعداء إيه؟ كما شكل ثنائيا ناجحا مع المخرج شريف عرفة عبر 6 أفلام متنوعة أبرزها الإرهاب والكباب، طيور الظلام، واللعب مع الكبار، وهي الأعمال التي قام ببطولتها الفنان عادل إمام، بالإضافة إلى فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة الذي قام ببطولته أحمد زكي. كلمة أنا بحبك عقد، اللمس عقد، النظر عقد، الوعد بالجواز ده أكبر عقد. كلمتك أنت وأمثالك هموش والهلفيت ان تيجي عليهم لحظات دي يتصوروا انهم حاجه. انا مش طالب على انسانيتي، مش عايز اتهان. لازم تعرف انك انت في امان بسببي وانت في نعيم بسببي. كنت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل. من بين المخرجين المتميزين الذين عمل معهم وحيد حامد المخرج الكبير محمد ياسين الذي قدم معه محامي خلع ودم الغزال بالاضافه الى الوعد. لا سألني انت مين ولا زهق مني، بس من النهارده ما تحملش هم اي حاجه، انا اهلك وناسك كل اللي انت عايزه. هذا الهرقل، هذا العتي، 64 حصان وهي نص حصان، في فرق في السرعات سيد الرئيس. كما تعاون مع عدد من المخرجين المتميزين بتجارب وحيده منهم تامر محسن الذي قدم معه الطوفار، ويسري نصر الله الذي تعاون معه في إحكي شهرزاد، فيما كتب وحيد حامد 3 أعمال مسرحية من أبرزها مسرحية آه يا بلد التي حصد عنها جائزة أفضل مسرحية. على صعيد الدراما التلفزيونية قدم وحيد حامد العديد من الأعمال المتميزة من بينها مسلسل الجماعة بجزئيه، بالإضافة إلى مسلسلات تركت بصمة مع الجمهور وناقشت القضايا بجرأة منها العائلة وأواني الورد وبدون ذكر أسماء، فيما حصد العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة النيل عام 2012 وجائزة الدولة التقديرية عام 2008، بالإضافة إلى تكريم عن مسيرته الفنية من مهرجان دبي وآخر من مهرجان القاهرة قبل رحيله بأسابيع. فين البوليس؟ زيك قلتيها قبل كده، احنا مع بعض لغاية آخر المشوار، وطول ما احنا مع بعض كده هنفوت في الحديد. أنا انتمائي للناس ورزقي من الناس وحبي للناس والناس بيحبوا، فلابد أن أكون مخلصا.
أحداث اليوم يعود إليكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي كان من المزمع إجراؤها في ديسمبر الماضي. وجدد مستشار الأمن القومي الليبي دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات. واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، دعين الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات. أكد قائد الدفاع الجوي العراقي معن السعدي أن أجواء بلاده مؤمنة بالكامل ولم تسجل أي خروقات، ولفت السعدي إلى أن طيران التحالف الجوي لا يحلق في أجواء العراق إلا بموافقة، وأشار إلى امتلاك الدفاع الجوي العراقي منظومات مضادة للطائرات المسيرة الصغيرة، مضيفا أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمواجهة جميع التهديدات. استبعدت الولايات المتحدة إثيوبيا من برامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية. يأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في النزاع الدائري في شمال إثيوبيا، خصوصا في منطقة تيغراي. رجح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرون أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا التي تشهدها بلاده قد تكون الأخيرة بالنسبة لموجات انتشار الفيروس. وقال فيرون إن متحور أوميكرون شديد العدوى لدرجة أنه سيؤثر على جميع سكان العالم، مما يؤدي إلى تعزيز المناعة لديهم، داعيا إلى الاستمرار في تطعيم كل الشعوب بشكل عاجل. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الصحة العامة في فرنسا عن تسجيل 219,126 إصابة جديدة بكوفيد 19 و110 حالات وفاة خلال الساعات 24 الماضية. للمزيد ينضم إلينا خالد شقير مراسل أكسترا نيوز في فرنسا. بعد التحية لك خالد، إذن وزير الصحة الفرنسي يقول أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا والتي تشهدها بلاده طبعا وكل دول العالم قد تكون الأخيرة لهذا الفيروس، ولكن السؤال الآن ما حجم الإصابات الموجودة في فرنسا وكيف تتعامل معها السلطات الصحية هناك؟ تحياتي شادي ليك وللسادة المشاهدين. بين إجراءات تخفيض الحجر الصحي على المصاحبين أو المصابين عفوا وأيضا المخلطين للمرضى، دخلت هذه الموجة الخامسة وبداية الموجة السادسة. هنا يتحدث الكثير شادي، وبصفة خاصة أن الإصابات تفوق 200,000 إصابة. التخوف، كل التخوف، أن مع زيادة هذه الإصابات وبالرغم من أن أوميكرون كما أكدت السلطات الصحية أنه فيروس ليس بالخطير، يعني ليس بيدفع بالكثير كفيروس دلتا في المستشفيات، إلا أن فرنسا اليوم أكثر من 60% من الإصابات هم فقط بأوميكرون والباقي من دلتا. إذا ما زالت المستشفيات الفرنسية بتعاني شادي، والضغط على المستشفيات الفرنسية جعل السلطات الصحية تقوم بتأجيل وإخراج بعض من المرضى من المستشفيات، وبصفة خاصة أن الأعداد تقترب من 19,000 بالمستشفيات، وأيضا بغرف العناية المركزة تفوق 3,600. نحن مع سباق مع الوقت. فرنسا أمامها شادي 5 أسابيع لتطعيم
لتطعيم 25 مليون فرنسي، يعني في الأسبوع 5 مليون. الحقيقة جادي هذه العملية عملية الجرعة الثالثة تتصارع معها الحكومة الفرنسية، والهدف منها هو إنقاذ الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبصفة خاصة بعد تسجيل عدد كبير جدا من الأجازات المرضية حسب التأمين الصحي هنا في فرنسا، مما يمكن أن يسبب شلل تام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ووسائل المواصلات. ولهذا فرنسا بتصارع مع الوقت، ولهذا جاء هذا التصريح، هو تصريح مطمئن، ولكن شادي قد يمكن أن يكون آخر متحور أوميكرون. قد، وتحت كلمة قد علينا جميعا أن نلتزم، والإجراءات الاحترازية ورسالة الرئيس إيمانويل ماكرون ليلة رأس السنة للفرنسيين والخمسة مليون فرنسي الذين يرفضون أخذ اللقاحات بأهمية المسؤولية، مسؤوليتهم عن أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. ولهذا هناك الكثير من الطلبات الآن بالبدء والإسراع في تطبيق قانون، مش المرور الصحي، لا، قانون التطعيمات. وقانون التطعيمات يختلف تماما، لأن قانون المرور الصحي كان يمكن يعني القيام بأخذ بعمل اختبار والدخول إلى المستشفيات أو الأماكن الثقافية أو الرياضية، ولكن مع قانون التطعيمات التي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من هذا الشهر شادي، الأمور ستختلف تماما. سيكون ممنوع منعا باتا لغير المطعمين الدخول إلى الفعاليات الرياضية أو الثقافية أو حتى السفر بين المدن، حتى إذا أجروا مسحة وثبت أنهم يعني ليسوا إيجابيين. بالفعل، وهذا هو الفرق بين قانون المرور الصحي الذي كان يسمح لغير المطعمين بإجراء المسحة، وقانون التطعيمات الذي يمنع غير المطعمين من إصابة الآخرين من المطعمين. لن يدفع أكثر من 50 مليون فرنسي ثمن 5 مليون فرنسي، هذا هو لسان حال الحكومة الفرنسية التي تحاول إطلاق تحذيرات وتطالب الجميع بأهمية الالتزام حتى تستمر الحياة الطبيعية، الحياة الاجتماعية والرياضية. هناك كثير من المشاكل شادي في جميع القطاعات، والخوف والتخوف هو أن تصاب أو يصاب فئة العاملين في قطاع النقل العام من جهة، العاملين أيضا في قطاع الصحة، والعاملين في المجال التعليم، وبصفة خاصة أن الدخول المدرسي سيكون اعتبارا من يوم الغد مرة أخرى. شكرا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز. غدا وقبل حوالي ساعة من الآن أحداث يوم جديد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.